ما اشتكي عمره مصيبة، في الفجر تتقمص ربابي قاموس وتطرقه طرقه لبيبه. لم تكد تجف فجعة اليمن برحيل شاعرها الكبير مطهر الإرياني حتى باغتتها فجعة أخرى، رحيل نجمها طائر مغرب علي بن عبد الرحمن جحاف، أحد أدباء وأعلام اليمن المعاصرين، عن عمر ناهز 82 عاما. حيث الثمار الدانية الغروس والحوريات كم رطيبة، وحيث ما حد يشتغل بالفلوس ولا بالأحوال الصعيبة. جحاف شاعر مبدع في شعره الأصالة والصدق وعمق التجربة ونقاء الفكر وصفاء العاطفة وشفافية التصور والخيال. في محافظة حجة ولد ونشأ جحاف، وترعرع وتنامت روحه اليمنية، حضرت الطبيعة في أغانيه وأشعاره ودواوينه التي كان لها علاقة بالأرض والإنسان، بالفل والكاذي وتفاصيل نيسان. له دواوينه الشعرية التي يتمثل أبرزها بكاذي شباط وفل نيسان ورياحين آذار، كأحد فصول الأدب اليمني العريق. تنوعت ألوانه الشعرية كما تتنوع ألوان الورود ما بين الفصيح والحميني. كان صوته الشعري امتدادا لرائحة تراب الحقول، وقلمه غصن من أزهار القرى، حرفه عصافر الريف وقوافيه مواويل الراعية. لقد غادرنا جحاف، صوت العاشقين وروح الكادحين، تاركا على رفوف الذاكرة إرثا أدبيا وفنيا بالغ الجمال، لتعيش اليمن لحظة غروب نجمها صاحب رائعة وطائر مغرب.